مشاهدينا الكرام، نتعرف على أخبار طقس الغد من خلال النشرة الجوية. النشرة الجوية لدى مصطفى. من جديد إليك مصطفى. شكرا لكم إيمان وأميمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 ويكون الجو فيها حار. الأسكندرية 29-20 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في مطروح 28-20 معتدل. في بورسعيد 31-21 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 35-20 ويكون الجو حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 والصغرى 20 ويكون الجو فيها حار. في العريش 30-19 يكون الجو أيضا حار. في طابة 35-22 يكون أيضا الجو فيها حار. في شرم الشيخ 36-25 يكون الجو فيها حار. أما في الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 39 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار. في أسوان 40-25 ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في الوادي الجديد 39-26 يكون الجو حار. في شلاتين 36-26 يكون الجو أيضا حار. وفي حلايب 31-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.